نخرج به حبا ونباتا وجنة لقاضين مآبا لابسين فيها أحرابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حليبا وغساقا جزاء لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك يوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافلة فإذا قلنا عظاما قالوا تلك إذا ظهرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى ذكاك وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم دبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه فكان الأخر يقول إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سقفها فسواها والجبال رساها متاعا لكم ولأنعامكم